الإعلامي الشهير عمرو أديب يتعرض لحادث سير خطير. نقل الإعلامي المصري عمرو أديب إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر الشهيرة بعد تعرضه لحادث سير خطير على طريق دهشور. وأفادت إحدى المنابر الإعلامية المصرية أن حالة عمرو أديب مستقرة، كما قامت بنشر صورة لسيارته بعد الحادث. وقع الحادث في أثناء عودة عمرو أديب إلى منزله وسط موجة طقس سيء تجتاح مصر. ويقدم الإعلامي المصري عمرو أديب برنامجا باسم الحكاية على قناة MBC مصر لمدة 4 أيام في الأسبوع. وقد أفادت ليلة أمس عدة منابر إعلامية أن الإعلامي المصري نجا من الموت بعد تعرضه ليلة الثلاثاء الأربعاء إلى حادث سير مثيرة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارة أديب بعد الحادث والتي أظهرت تعرضها إلى أضرار كبيرة. وقالت المصادر نفسها أن الحادث الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب بمحور دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر جاء بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامي من سيارته. وأضافت أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالي بسيارة إسعاف. نقلت الإعلامي الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن أسباب الحادث.